أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، تحت أي أرض أو فوق أي سماء. أنا هو كركور المعلق الشهير المعروف الذي لا يعرف. اليوم لدينا لعبة كرة قدم، مباراة كلاسيكو الأرض كلاسيكو الحارة زعرور الأسطورة. أهلاً وسهلاً سي هو الغبي الهبيل الطبيلة الدودو ليونيل ميسي. أنا راح أكسر راسك يا زعرور. هذا هو الكلام. وكمان راسك يا كركور. شو دخلنا؟ أنا فقط معلق. التزم التزم الهدوء والتزم الاحترام. هذه المباراة برعاية ولا حدا، والآن يجب أن تنطلقوا. بعد ثلاثة اثنان واحد انطلاقان انطلاقان. هاي شو بتسووا؟ خذ لك هاي خذ لك هاي. ستوب ستوب ستوب. هاي شو يا حكم؟ شو ليش دخلت على ارضية الملعب؟ انا مش حكم اول شيء، انا معلق ثاني شيء. مباراة كرة قدم مش مصارعة. ايه مصارعة؟ يلا يلا مصارعة. هاي هاي انت يا حكم المباراة. بقول لك انا مش حكم، انا معلق. الحكم اشي والمعلق اشي. معلق اشي عن معلق؟ وين بعلق؟ هون بعلق هون. الغسيلات. هاي غبيش انت. يلا هيني انا. كرة القدم مش مصارعة. كرة القدم. ثلاثة تون اثنان واحد انطلاقان. يلا انا بدي افوز. يلا يلا يا حلوين يلا 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 يا كركور. هي قول الي قول الي قول. بلانتي بلانتي. شو بلانتي؟ شو ركلة جزاء؟ نعم. هي شايف شايف طلع كيف بتطلع علي؟ هذا ركلة جلاز. هي شو بتحكي انت؟ ولك بنغالي ايش انت؟ ايه شو قصدك؟ يعني البنغاليين ما لهم اشي؟ لا بس يعني انت مجنون. هي خلاص خلاص توقفوا. شو مالك وشو ما انا مش فاهم يعني ركلة جزاء. يلا جول جول. دخلت جول جول جول. هي شو هذا؟ ولا واحد بعرف يلعب كرة سلة هو. يلا 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 هي زي هيك جول. استنوا شوي مش جول. انا لازم اني احكي الحقيقة. زعرور 1-0 لدودو. ياي شلون شلون. هاي هاي ولك والله لا تبحك يا مدرب كرة القدم. اي اي انت كلب. لا انا مش كلب والله لا تبحك يا كركور. اي بحكيش عنك يا طبل انت. تعال لو انت تعال والله لكسر راسك. ستوب. اش مالك؟ انا مالي ايش؟ بطاقة حمراء للكلب زعرور. انت مطرود. مين المطرود يا كلب؟ ايه وينك؟ شو طلعك هون؟ والله لا اسوي عليك حركات كريستيانو رونالدو. هاي حركة جون سينا. ابلع ابلع. استنى شوي. طيب الان انا انطرت. مين ده يلعب ضد دودو؟ والله مين؟ والله ما خطرت على بالي. خلص تعالوا نتصالح. يلا يلا اتصالحوا مع بعض. يلا ها حبيبي والله. طيب هذا كاف والله كدرني كاف. خلص خليني ارجع انا للتعليق. بدي انا اعلق. اعزائي المشاهدين اينما كنتم هنالك مباراة. خلاص وكل مرة بدك تحكي انت بداية زي هيك. يلا طيب انبلاق. يلا ايه انبلاق. وين الكرة؟ وين الكرة؟ اوه شو مالك بتحكي؟ انتو بايل اشي يعني الواحد بدي يسوي كل اشي انقلع من وجهي. انت بتاخدوا ام الكرة هدي وبتجيبوها هني. ايه هني شو بتحكي انت؟ هي خلاص طيب شكرا. يلا يلا يلا. شو هذا الصوت؟ يا ماما يا ماما. استنى 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 هذا الهاتف تبعي. استنى شوي بس بدي اروح اتكلم انا بالهاتف. شو ماله هذا؟ ليش
وضع هاي النغمة الخاصة بالهاتف. والله أنا شوي كنت بدي أبلل سروالي شوي رايحة بللت سروالي. الله يقرفك الله يقرفك. استنى شوي تعال نشوف زعرورة. طيب ماشي ماشي ثواني وبكون أنا عندكو. إلى اللقاء إلى اللقاء. مع مين بحكي؟ ايه شباب شباب تأخر الوقت، انا لازم اني اروح، دا اروح انام دا اروح انام، باي باي. تأخر الوقت، الشمس بنص السماء. بسرعة بسرعة بسرعة، خليني انا بدي اروح يا ماما يا ماما يا ماما. ليتس جو. انا مستغرب يا دودو. وانا كمان والله العظيم يا كركور، شو بدي اروح هنا؟ مش اتأخر الوقت اصلا، زعرور ولا عمره روض على المنزل بهذا الوقت. والله وانا هي وراء اشياء غريبة واجا اتصال جدا مهم. والله انا خايف اصلا، انا خفت من البداية من أغنية الهاتف تبعه، هذه موسيقى الاتصال أنا خفت منها. وأنا كمان، زعرور شكله متعاقد مع الشياطين الحمر. يا ماما ايش مالك؟ تعال تعال بمزح معاك. ولك بمزح معاك والله العظيم. شو شياطين الحمر؟ بخاف من هذا الكلام. بس خلص هي انسى انسى اللي حكيت لك عنه، المهم لازم نعرف زعرور شو بيسوي. والله لازم 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 نعرف بأسرع وقت ممكن. هلا بالخميس. لا 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 لا، انا سوسي. يلا يلا ندفي 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 ندفي. اوه شو مال امه هذا التلفزيون؟ ليش ما ولا عمري من اول ما اشتريته كل يوم بيخرب كل يوم بيخرب. والله العظيم جنني هذا التلفاز. يلا شوي شوي، ما بدي لا بابا ولا ماما يمسكوني، لازم ازحف. تيري بيتيري ريرتا. هلا 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 بالخميس. اليوم مش الخميس. يا الله العظيم ماما مجنون. يلا خلينا اكمل خلينا اكمل. بري بري بي تي تي ري تي تي. يلا خلينا انا اتحرك بسرعة بسرعة، لا بدي لا بابا ولا ماما يشوفوني. خلينا اشوف يمين يسار، ممتاز. يلا الى اللقاء. بري بري بم 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 بم. خليني انا بدي اطلع اشوف زعرورة اخبرها اني شو بدي اطبخ. لا لا زعرورة لا 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 لا، هي طلعت. وينك يا ابن المرحوم؟ ايه وينه هذا زعرور يا حيوان؟ وينك؟ اوه 100% هذا الكلب مزروع بالمرحاض. خلاص خليني انزل، ما بدي اطبخ لليوم، هو الخسران. لا 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 لا، تربي 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 تاي. يلا يلا يا دودو جاهز. ليش طلعتني فوق على برج بالعالم؟ عشان نتجسس على زعرور. ولك يا طبل انت مجنون اشي، زعرور موجود تحت، شو مطلعنا احنا فوق؟ ليش بنتجسس من فوق؟ احنا يا دوب شايفين المنزل مثل الصرصور. اه والله. يلا هيك هيك تكتيك تكتيكات. ولك كلب. هوي كوري كوري كو مثل هيك. خليني اشوف مبين زعرور من عندي هون. لا مش مبين. يلا. شو سويته؟ الله لا يوفقك، نزلني نزلني. ولك بدي انزلك ولا يهمك. اي ولك كلب انت، شو ليش طلعتنا فوق على الفاضي؟ خلص خلص، المحاولة الأولى باءت بالفشل. هي باءت بس، هي فطست بالفشل. يلا خلينا نشوف كيف نعرف زعرور شو بسوي. خلينا نتحرك شوي شوي، انت وراي. نعم انا وراك، شو بدك؟ الآن بتشم. الله يقرفك، شو اطلقت الرصاص؟ لا اطرقت الريح. الله يقرفك. اي عيون انحرق، والله العظيم عيون انحرق، انا انحرق عيوني يا عالم. بدي اروح على الدكتور. دكتور. ولك يا غبي كله صاروخ، يعني انت ليش زعلت لهي الدرجه؟ يلا مش مشكله، خلينا اكمل المهمه تبعتي الان. هاي هاي هي الشاحنه اللي بوصلوا فيها الشوكولاته، لا تنسوا الات شوكولاته بالعالم، شوكولاته احمد البطل، والمتجر الالكتروني بتلاقوه تحت بصندوق الوصف، اطلبوا منه وخذوا هدايا ليوم الهدايا، هدايا قيمه واسطوريه. واذا ما بدكم تطلبوا
من المتجر الالكتروني، ولازم انتوا الان تنزلوا على البقالات وتطلبوا شوكولاته احمد البطل. يلا الكل يطلب، عشان كمان فتره حنطلع شوكولاته كركور البطل. بليز ببوط قزمكو، كلكو اشتركوا. شو اشتركوا؟ كلكو اشتروا من شوكولاته احمد البطل. يلا الان خلينا نكمل، احنا لازم اطلع. ها يلا وبا، يا سلام، مهم الاولى نجحت 100%. هوب اي اي، يلا اجين اجين، نو بروبلم. يلا ها. شو هذا صعب؟ ها مثل هيك، يا سلام. وبعد يا ها، يا سلام. لا شوفوا شوفوا، خلاص بقدر احكي لكم الان انه خلف هاي النافذه تماما تماما راح نلاقي زعرور والسر اللي مخبي علينا كلياتنا. انا متاكد انه هو موجود خلف هذه النافذه. خليني انا اقفز، انا هون. مستعدين تشوفوا ايش بداخل الغرفه اللي زعرون مخفيه عنا؟ يلا خلينا نشوف. 1 2 3. طلعت معك طلع المرعب. هاي يا ماما يا ماما يا ماما، وين بدي اروح وين بدي اروح؟ اسف اسف، الله يوفقك يا حبيبي يا حبيبي، ولك يا كلب، الله لا يوفقك. شو بتتنمر علي؟ انا ما بتنمر، انا براقب براقب فيك. ولك والله العظيم مش مكملتاش، ثواني برجع لك. خلينا بعد، الله يقرفه. والله فكرت المقر السري تبع زعرور طلع طلع عمه قاعد بيصنع صواريخ. يلا خليني خليني انا بدي بعد. فشلت الخطة. يا عيون يا عيون يا طبيب ساعدني. شو اللي صاير بعيونك؟ ايش اللي صاير؟ هي خلص بلاش، ما تعرف ما تعرف. انت معاك اخطر مرض عيوني بالعالم. شو اللي بتحكيه؟ شو اللي صاير بعيونك؟ انت شكلك شامم وشايف غاز الميثو فيه كافيين. غاز الفسي، خليني انا ساكت. هي هذا المرض خطير. ايه شو يعني؟ يعني في بعيونك فيروسات جدا خطيرة، فيروسات جدا قاتلة. شو راح يصير بعيوني؟ مش قادر، الحرارة بتزداد. خلاص لازم احنا نقلوع عيونك. شو شو بتحكي انت؟ نقلوع بعيونك. شو يعني؟ لا 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 لا، خلص بعد، انا بعد بعد بدي اقلع لك عيونك. شو شو بدك تسوي؟ لا ايوه هذا الكلام احلى كلام، يلا كلوا كلوا يا اصدقائي. هذا التلفاز بيخزي بيخزي على الاخر. انا والله العظيم نفسي اني اشوف قناة احمد ناجح، لانها اجمل واروع قناة بالعالم، وكمان قناة شوكولاتة احمد البطل بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. هاي القناة انتو بتشتروا شوكولاتة احمد البطل وبتصوروا حالكو وانتو بتاكلوا هاي الشوكولاتة وبتقيموها وبتبعتونا هذا المقطع من نزله على قناة شوكولاتة احمد البطل. نفسي اشوف الفيديوهات اللي بعتولي اياها، والله العظيم حرام حرام. هي هي يا احمد. ايه سوسي، شو بدك يا سوسي؟ تعال يلا بدنا نشوف الرسمات. سوسي انا لازم اني اجيب زعرور بالبداية. خليني انا بدي اشوف زعرور. يا زعرور يا زعرور، وينو زعرور وينو زعرور؟ خليني انا اشوف. انا اصلا ما لقيته، واصلا انا فكرت بالمرحاض وهو طلع مش بالمرحاض، وين بده يكون؟ ايه والله انا مش عارف ابدا ابدا. زعرور وينك يا كلب وينك؟ هيني يا بابا هيني. ايه من وين طلعت انت؟ ايه
انا شفته طلع من وراك بالبدايه مره واحده. ايه بابا انا قفزت قفزه زيك. متاكد؟ حاسس انه في هون مقر سري. حاسس انه في هون مقر سري. لا بابا مقر سري مين والناس نايمين؟ انت كنت تنادي علي فانا قفزت عليك. حاسس انه في جدار مقر سري هون. لا ما في. طيب هون ما في. وين المقر السري بابا؟ شو بتحكي انت يا بابا؟ شو صرت مجنون؟ اوه والله صرت مجنون من وراك. يلا تعالوا انتوا الاثنين معايا، خلينا بدنا نشوف رسمات الاساطير، رسمات المتابعين المبدعين. يلا وينج وينج وابا ترارارا. رسمات المتابعين حماس. يلا يلا بدنا نشوف رسمات الاساطير ترارارا. واو شوفوا ما اجمل هاي الرسمه. سوس البطل، احمد البطل، زعرور البطل. والله الرسمه هاي اسطوريه وكثير خرافيه. والله يا بابا كثير حلوه هاي الرسمه، والله كثير اسطوريه. هون مكتوب اسمي راف. شكرا لك كثير كثير يا راف على هاي الرسمه الخنفشريه. والله كثير حلوه يا رهف الرسامه. نعم رهف الرسامه هاي. ويلا شوكولاتة احمد البطل. ياي ياي شوكولاتة احمد البطل، بطل بطل بطل. هاي والله شكرا للي رسم هاي الرسمة. مكتوب هون، خلينا انزل شوي، مكتوب مرحبا يا احمد البطل، انا اسمي عبد الرحمن، انا من الرياض من المملكة العربية السعودية. هاي رسم هو شوكولاتة احمد البطل. شكرا لك كثير كثير يا عبد الرحمن. هي بسرعة بسرعة، لازم الكل يعرف هذا الخبر. احمد ما حكت لي الخبر شو هو، ولا حتى انا شو هو الخبر يا بابا. اسمعوني، شوكولاتة احمد البطل راح تروح على كل الدول العربية. وتذكر كلامي كويس، على السعودية، على لبنان، على فلسطين، على ليبيا، على سوريا، على العراق، على كل البلاد العربية. بس احكي لكم ايش، لازم نكون يدا واحدة. كيف يا بابا كيف؟ لازم الان كل اللي بتابعونا الابطال، فقط الابطال هم اللي رح ساعدونا. يا بابا كل المتابعين ابطال، شو مالك؟ الان فقط الابطال لازم يظلهم يسألوا عن شوكولاتة احمد البطل في كل مكان بيدخلوه. حتى لو انتوا بالسعودية اسألوا عن شوكولاتة احمد البطل، حتى لو كنتوا انتوا في اخر العالم اسألوا عن هاي الشوكولاتة. نعم، عشان احنا نوصل لكم اياها كل مكان في هذه الكرة الأرضية. 100% الكل يسأل عن شوكولاتة أحمد البطل في كل مكان. نعم نعم، عشان نقدر نوصل لكم إياها في كل مكان. ياي والله بابا شوف هاي الرسمة محلاها. لا لا شوف هاي الرسمة الجميلة جدا. هون الراسمين سوسي، هون أحمد، هون زعرور، هون كركور، هون دودو، وهون ليلي، وهذا قلب الحب للثلاثي المرح. والله رسمة جميلة. مكتوب هون السلام عليكم يا أحمد البطل، أنا اسمي رشا، عمري 10 سنوات، من سوريا، وكثير كثير أحبك، وأكثر واحد أحبه زعرور وكركور ودودو، واللي هن ثلاث المرح. واللي هن ولا اللي بن؟ هاي تتهبلش بابا بمزح، أنا يعني بحب رشا كثير كثير. وإحنا كمان كل المتابعين بنحبهم، هن هم ثلاث المرح. أتمنى اللي رسمتهم يشوفوا رسمتي، وأولاد إخواتي يوسف ومحمد كثير بحبوك. محمد عمره 6 ويوسف عمره 7. أتمنى تشوف رسمتي. باي باي. شكرا، بقيم الرسمة 10 من 10، وأنا 1,000,000 من 10، أنا تليار من 10. والله رسمة جميلة. هاي الرسمة جميلة كثير. واو شوف ما أحلى مبينة في هاي الرسمة، وأنا كمان. حتى طمطم وسبايك وهمستوري، يا سلام. هوني مكتوب أحمد البطل، هذا أنا. واو ما أجمل هاي الرسمة، ولا أجمل رسمة مشوفها بحياتي. وأنا والله يا بابا هذا أحمد البطل، هاي سوس البطل، واو هاي زعرور البطل جد واو، وهاي الغبي كركور،
الجدار. تعرف شو سوى كركور فيه قبل قليل؟ ايش يا بابا؟ كان يتجسس علي وانا بالمرحاض. والله يا بابا انك مضحك. هي ما في اشي بضحك. نعم ما في اشي بضحك. واي هوني طمطم، اي هوني سبايك، واي هوني يا مستوري. يا سلام يا سلام. اوه من فلسطين، انا سيلا من فلسطين، واحبك يا احمد البطل. شكرا لك كثير كثير يا سيلا من فلسطين، احنا بنحبك كمان. يلا يلا يلا، باي 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 باي. شو ماله هذا المجنون؟ والله العظيم انه مجنون. اه والله يا سوسي مجنون. يلا ناكل شوكولاته احمد البطل. يلا هيا هيا بنا. يلا يلا يا دودو، راقب راقب يا غالي. ما كاني براقب. ولك يا غبي، هيني هون هيني هون. اه مش شايف ولك، بقول لك قلبه عيوني. يعني بطل عندك عيون؟ لا ضل شويه عيون. الله لا يوفقك. يلا لا 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 لا. هيا هيا هيا. شو هذا؟ ولك يا غبي انت قاعد تطلع على جدار. ايش؟ ولك الله لا يوفقك. تعال تعال. يلا يلا، هنا على صوتك، بسمع صوتك وبجي. يلا يلا. هي هي في هون مقر سري. اه والله اني دخلت فيه، اني نزلت على المقر السري. اوه والله انه مجنون هذا دودو، والله العظيم انه اكثر واحد مجنون بالعالم. يلا خلينا انا. شو هذا؟ اهلا وسهلا بكم يا اصدقائي الاشباح. انا بصراحه سعيد لوجودكم في هذا المكان، وانا كتير مبسوط وسعيد. ايه مسعيد كمان. انت بتتعامل مع الاشباح؟ الاشباح هون جميع الانواع والاشكال. فهمني خطا انت، والله العظيم فهمني خطا انت، انت يا كركور. هي لا انا فهمك صح، انت من الاشباح. لا هي وين انا وين؟ والله انه مجنون. لا والله فهمني خطا، والله عظيم انا وقعت من عين انت زعرور. ولك والله بقول لك فهمني خطا. يلا فهمني ايش؟ انا بدي اطعميهم شوكولاتة احمد البطل. ها مثل هيك. شوكولاتة احمد البطل؟ نعم نعم 100%. واي كوساطير. نعم 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 نعم. يلا كل شوكولاتة احمد البطل، تفضل يا اشباح. تخيلوا حتى الاشباح صاروا ياكلوا شوكولاتة احمد احمد احمد. يا سلام لام. كل شوكولاتة احمد البطل.